وقال الرئيس السيسي إنه يؤمن بأن هذا الجيل الذي عاصر ثورة يونيو هو الأقدر على بناء الوطن وسينجح في إتمام تجربة التنمية الشاملة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أن الصحة والتعليم هما الشغل الشاغل للدولة. فإنني أؤمن يقينا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة. أؤمن بأن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن، من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة، التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة، إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء، إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر، إلى الصحة والتعليم وهم شغلنا الشاغل، من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين.